الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير الماليه للجمارك معانا دلوقتي على تليفون. يا دكتور مجدي تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك، تحياتي لشكرتك يا فندم. اهلا. انشاء معامل فحص مركزيه نموذجيه بالموانئ على مستوى الجمهوريه، يعني المفهوم والاهميه. حضرتك علشان يعني نعرف التكليفات اللي صدرت والقرارات اللي صدرت دي لازم نبقى عارفين اهميه الموانئ او اهميه المعامل داخل الموانئ المصريه. الحقيقه الاجراءات الجمركيه اللي بتتم داخل الموانئ عباره عن عمل جمركي، عمل فحص معملي اللي هو المعامل، نمره ثلاثه اللوجيستي. كل الجهات الثلاثه دول كلهم بيتطوروا في ادائهم. وهنبدا لو قلنا الجمارك بتعمل مراكز لوجستيه بتشتغل باداره المخاطر، طورت قانون، عملت قانون الجمارك بيستوعب كل الممارسات الدوليه. نمره اثنين جهات العرض اللي هي موضوع المواني اللي هو حديثنا النهارده. انه صدر بيه ازاي نطور المعامل بتاعتنا، لان كلنا عارفين انه عرض الصمت او فحصه داخل المعامل مش كل المواني فيها معامل متخصصة لإجراء الفحوصات علشان نتحقق من أن الصنف مطابق للمواصفات القياسية أو مش مطابق. علشان كده بنحدث المعامل وما نقعدش زي ما كان بيتم، بنقعد أسبوعين وبنقعد أحيانا ثلاثة للمعامل دي على ما تدينا النتائج، وده بيمثل عبء كبير جدا على المستهلك لأنه البضايع بتدفع ليها غرامات وأرضيات بالدولار. علشان كده سيادة الرئيس أشار لأنه نعمل اكتفاء ذاتي في المعامل الرئيسية بتاعتنا كلها، يكون في معمل مركزي يصلح لأن يكون يفحص منتجات صحية، يفحص منتجات زراعية أو صناعية، كل فيما يخصه. لذلك السادة الوزراء كلهم كانوا موجودين النهاردة في وجود هذه التكليفات والقرارات. فالمسألة دي هتفرق إن احنا هنطور المعامل بتاعتنا، هنشتري معامل حديثه، هنعرف ننسق بين جهات العرض عشان ما يضيعش وقت اللي هو الاسبوع والاسبوعين والكلام ده كله، ونبدا العمل كمان بالمخاطر الشامله. يعني ايه المخاطر الشامله؟ يعني الجمرك بيفرق بالخط الاخضر، طب جهه العرض لما تيجي تفحص لو ما بتفرقش هي بقى كمان بنظام المخاطر هتبقى البضائع اسبوع واسبوعين، احنا ما عملناش حاجه جمركيا. عشان كده هي منظومه المخاطر الشامله هي دي اللي هتخلينا نفرج في يوم وفقا لما استهدفه السيد الرئيس. الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير الماليه للجمارك، شكرا جدا لحضرتك على ايضاح هذه التفاصيل.